السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد الريفيو على بعض الشامبوانات اللي هما معروفين هنايا ومصاوبين بمواد طبيعية 100%، ودرت عليهم واحد البحث صغير وكنتمنى ينال اعجابكم. بقاو معايا. اليوم انا جيت لغوسمان، كان خاصني شي حاجة ناخدها وخديت نيت من هاد الشامبوان هذا اللي كنستعمل، حقاش كي شعري كيطيح مؤخرا بزاف بزاف. اليوم بغيت نتكلم لكم على هاد الشامبوان هذا اللي سميتو بلانتور 39. انا خديت 39 بالحكم ديال السن ديالي ابتداء من 39. يعني هذا فيه واحد لوسيون اللي كتشقي به شعرك، وفيه شامبوان، وفيه حتى الديميلور ديالو، فيه جميع الانواع للشعر المصبوغ، للشعر اللي هو ماغون، للشعر اللي هو سنسيبل الحساس، فيه بزاف ديال الحوايج. المهم انا كناخذ هذاك الشامبوان الاخضر، اللون اخضر، اللون ديالو اخضر. مهم شعري كيطيح بزاف، وبديت كندير حتى هو اللي زوين بزاف وكينفع، مصاوب من ماده الكوفي اللي كتوصل يعني البصيله ديال الشعر وكتحلها وكتخلي الدوره الدمويه تدور فيها وكتنشط الشعر كطوله يعني وما كتخليهش يطيح. التجربه انا بديت كنجربها وانا فرحانه بيه، كنتمنى يبقى هكا. كاين بزاف يعني ديال المنتجات اللي هما طبيعيين وزوينين بزاف بزاف زوينين في حقيقه. ما عمري ما ديتها في هاد الشامبوانات بزاف، ماشي كاملين، كنشوف شي حاجه وشي حاجه لا. المهم انا عجبوني بزاف صراحه. كاين عاوتاني ديال هاد سالت هاوس، هذا الشعر اللي كيكون الزغبه ديالو رقي وقاو ضعيف بزاف، وبالخصوص ديال الشعر الطويل والناس اللي عندهم مشاكل في الجلده ديال القشره، في الجلده ديال الشعر عفوا، وعندهم مشاكل ديال القشره وعندهم يعني دي شامبينيون في الجلده كتكون، ولا كيكون عندهم مشاكل ديال الشعر. كاين الناس اللي كتكون عندهم واحد القشره يعني دائمه في شعرهم ما كتحيدش، هذا زوين بزاف. وعاد كاين هذا ديال جون فريدا اللي حتى هو دابا ولا معروف ومصاوب حتى هو ديتوكس روبير ديتوكس، زوين بزاف هاد الشامبوان، مصاوب بزيت ديال لافوكا المعصور، هو بارد وطبيعي 100% وفي مضاد الاكسده، وكيصلح كيصلح وخالي من الكبريت ومن السيليكون من البارابين، 100% فيغان، يعني مصاوب بمواد طبيعيه جدا 100%، زوين بزاف ومشكور وكيشكروه، وكيحتوي على 98% من المكونات الطبيعيه مختاره من اطباء ديال الجيل ديال الشعر. هادشي اللي شفت عليه، والاهم فيه هو انه مصاوب من الماء ديال الكوكو ومن السلفات والصوديوم وزيت ديال البودور ديال بونيكا وزيت ديال جوز الهند ديال الكوكو، وهو زوين كيصلح للشعر اللي هو تالف، يعني الشعر اللي كيكون مقصف وفقد الحيويه ديالو وما بقاش، والثمن ديالو بحقيقه ما غاليش. وبخصوص دابا راه دايرين فيه واحد البروموسيون، هو نورمالمون كيدير 4.99 دابا دايرين ليه غير 3.19، زوين بزاف فيه حتى يعني كاين اللي ما كيبغيش هكا ليكيد صابون يغسل بيه شامبوان، كاين هكا ليكيد فيه اللي مصاوب باللوز، اللي مصاوب بزيت الزيتون، اللي مصاوب بالرمان، يعني على حسب النوع ديال الشعر، الشعر الجاف وفيه حتى الديميلوغ ديالو تيصلح للشعر الجاف، للشعر الدهني، للشعر المصبوغ، للشعر الحساس، يعني زوين بزاف. واللي كيدير الفوليوم عاوتاني في الشعر كيبغي شعره شويه يبان فيه الفوليوم حتى هو زوين. وفيه يعني حتى واحد الصابونات هما خاصين بالشعر كيقولوا عليهم اغريسيف شويه للشعر، ولكن ما عرفتش الصراحه حيت ما جربتش ما نقدرش نقول لكم عليه، غير هو زوين بزاف هاد ناتور بوكس، زوين بزاف. قريت عليه كيشكروه ودايرين عليه حتى يعني حتى لي كومونتير اللي كاتبين عليه، كاتبين عليه داكشي غزال زوين بزاف. هادو من الشامبوانات اللي هما طبيعيه وزوينه صراحه. وعاد كيجي من مورا هاد الشعر هذا، كيجي هاد ديال هاد اورغانيك اللي هو او جي اكس، اللي اورغانيك هو معروف هاد الشامبوان من هاد الشركه ديال او جي اكس، اللي هو مزيج من الفيتامينات والبروتيين وفيه ماده الكولاجين. هذا الموف هذا فيه ماده الكولاجين والبيوتين اللي هو زوين بزاف، ومستخلص من ماده من نبته ديال لاكاموميل. كاين هذا اللي فيه موروكان ارغان اويل، حتى هو ديال الارغان، وفيه السيروم ديالو، انا فايت واخد السيروم ديالو فايت غسلت بزاف بهاد الالوان تقريبا كاملين. كنبغي يعني مره كنجرب شي حاجه. وهاد وفي حتى الماغون ديالو مصاوب من الزبده ديال الكوكو والزيت ديال لافوكا والزبده ديال الكاكاو، وزوين حتى هو للشعر وكيصلح الشعر صراحه. وهذا اللي ما عمري ما شفتو، عاد اول مره كنشوفو هاد الشامبوان هذا، حتى هو اللي ديال هاد جين اوندلين
حتى هو هاد الشامبوان هذا حتى هو مستخلص من زيت ديال الافوكا والمانك، وحتى هو طبيعي 100% وكيحمي من الجفاف والتلف، وهذا بالخصوص ديال الناس اللي شعرهم طويل وكيبان ضعيف ورقيق. هذا زوين، حتى هو خالي من السيليكون ومن البارابان، كيليق للشعر الطويل والمتقصف من الاطراف. داك اللي كيبدا الشعر كيطوال كيبدا بحال شويه كينشف من التحت، وهذا سال الشعر اللي هو سنسيبل، راه فيه سوا ديميلور والماسك ديالو كلشي، وكيهيدراتي الشعر زوين بزاف، كيجدد الاسطح ديال الشعر الهشه وكيقويها وكيلمعه وكيقاوم التكسر، ما كيخليش الشعر يتكسر. زوين بزاف، حتى هو فيه الالوان، فيه ديال الشعر اللي ناشف وديال الشعر الدهني وديال الشعر اللي. وعاد كاين هاد سويس اوبا اللي حتى هما عندهم دي برودوي كوزميتيك، وتيديروا حتى هاد الشيء ديال الشعر، كيديروا الصباغه ديال الحجبان، الصباغه ديال الشفار، يعني حتى هادو دي لوسيون اللي كيقدروا يداوي بهم جلده ديال الشعر، الشعر اللي كيطيح. وعاد كاينين خلاصات لي تيب صغيورين ديال الكليس، كاينين ديال الشعر المصبوغ اللي هما هادو غوز، وعاد كاينين البيضين. البيضين يعني كنديرها انا كيليقوا الشعر اللي فيه لي بوان ديالو محروقين ولا هذا، ماسك زوين زوين بزاف، جربته عندي تجربه الصراحه غزال بحال هكا. مره مره كندير شي ماسك، كاينين في بونتين، كاينين في كليس، كاينين في كاع لي نو، في كاع السميات وكاع الماركات الصراحه. كاين بزاف ديال لي برودوي اللي هما جابوهم جداد الصراحه، ما عرفتش كلشي، وانما مهم الحاجه اللي عارفها انا غادي نهضر لكم عليها. كاينه هذه خلاصه ديال الديرا اللي هي ماركه معروفه كتعتمد على مواد طبيعيه، سايب الناس اللي شعرهم سنسيبل ولا عندهم دي بروبليم في الشعر، ما كيبغيوش يديروا لي برودوي شيميك، كيديروا هاد لي برودوي ناتوريل. كاينه ديال الكوفيين، كاين الناس اللي عندهم القشره في شعرهم، عندهم الحكه الجلده ديالهم مريضه، يقدروا يعتمدوا على هاد الشامبوانات هادو اللي هما مصوبين من مواد طبيعيه جدا. وكاينه ثاني هاد لافيرا اللي خلاص هي تاهي معروفه كتعتمد على مواد طبيعيه واورغانيك. كاينه هاد لامارك اللي سميتها سونتي، هي اون مارك تري تري كوني، هنايا معروفه بزاف في اوروبا، عندهم تاهما زيوت طبيعيه، وعندهم بزاف لي برودوي كوزميتيك اللي كيعتمدوا على مواد ناتورال اورغانيك وطبيعيين 100%. يعني جد جد مفيدين هاد الشامبوانات، وتاهما مقارنه مع ماركات اللي هما كبار وعالميين وكبار بزاف يعني، وكيكونوا غاليين، حتى هادو الصراحة ما يقدرش الإنسان يقول عليهم شي حاجة، لأنهم زوين بزاف، واللي مصوبينهم دكاترة ديال الجلد اختصاصيين هما اللي كيكونوا مصوبين لاباج باش مكونين صراحة. وكاينة هاد هيربال، كان ديجا هاد الشامبوان هذا هو معروف، هاد هيربال فور ولا شنو، المهم دابا بدلو ليه غير بدلو من لاكام ديالو من الشكل ديالو، ولكن هاد الشامبوان هو اللي معروف يعني، كان معروف هنا أنا فايتة شايفاه شحال من مرة، ولكن بدلو التيب فاش مديور صراحة، وزادو في يمكن في لاكام ديالو زادو فيها شي حاجة معرفاش عليه، حاجة كبيرة صراحة باش نقدر نقول لكم عليه. وبالنسبة لهاد لي ديالوغون هما زعما هادو راه معروفين كلشي كيعرفهم في العالم كامل، غير اللي بغيت نهضر عليه هما انهم كاينين بالنسبه للناس اللي كيعرقوا بزاف وعندهم مشكل ديال العرق، ولا العرق ديالهم شويه كيكون مجهد اكثر من عادي، يعني كاينين حتى ديك الكريم، هذوك الكريم كيدوكو الناس اللي عندهم العرق ديالهم مجهد بزاف يعني، وما كيقدروش يقاوموا بشي حاجه، كاينين ديك الكريم، كاينين في نيفيا، كاينين في دوف، كاين في كلشي، كيكون يعني ديك لا تيكستور ديالو كتكون كتقاوم هذاك العرق، و بحال مدوبل بحال على ثلاث الخطرات تقريبا، انت بحال دركسوني هذه اللي فهاد الكرتونه، هذا تصور كريم ها هو مكتوبه فيه 3 بلس، يعني بحال كيكون جاد ثلاثه المرات على الديودورون ولا على السيك العادي اللي كيكون. هادو ثاني نيفيا هي عندها كريم، ايزانا ثاني دايره كريم، كاين بزاف ديال المارك يعني عندهم كريم، كاينين ثاني على شكل دي موشوار الناس اللي كيعرقوا ولا شي حاجه، كاينين هادو اللي تاهما مصاومين فيهمش الالومنيوم، حتى هما كيدوم 24 ساعة الحقيقة، كاين بزاف من التشاف، بزاف من التشرب، بزاف ديال الاختيارات، خاص الواحد غير يدور يشوف بشوية عليه. هاد أوباغ سويس هي كدير صباغة الحجبان كيف ما قلت لكم، راه هي هاد انستون هي في تجربة ديال الحجبان زوينة بزاف، وهاد سيوس خلاص هي راه معروفة اللي كيديرو الصبايغ ديال الشعر، دابا تخرجو صباغة الحجبان، إذا أنا حتى هي دايرة صباغة ديال الشفار، صباغة الحجبان.
هادو كلهم دي سولفون اللي كيمسحو بيه الصباغة على شكل ليكيد على شكل دي طورشون باش كتمسحو الصباغة. وخلاص كاينين هاد الصبايغ هادو اللي كيداويو الضفار، الناس اللي عندهم مشاكل في الضفار ديالهم، وهاد الصباغات هادو كيبقاو من جوج سيمانات لثلاثة سيمانات. يعني كاين بزاف الاختيارات، كاينة تاني هادي كولور اون تيرابي، هي تيرابي وفي نفس الوقت صباغة. الناس اللي عندهم تكسرات في الضفر ديالهم ولا من الضفر ديالهم مشوهين ولا ماشي زوينين يعني كيبانو صحيين، هاد الصباغات هادو راه كيساعدو يعني الضفر باش يتعالج، وميم طون راه هما زوينين وفيهم الوان غزالين، الشكل ديالهم زوين، الوانهم غزالين بصراحة. هانتوما خليكم معايا وشوفوا الالوان اللي كاينين، الناس كيحمقوا صراحة وغزالين وانيقين. وخلاص كاين هاد ايسي اللي هي معروفة امريكان مارك، اللي هي معروفة بزاف، دايرين فيها واحد البروموسيون، هذا كان الاسبوع اللي فات ناقصين منها شوية، يمكن شي 30% كانوا ناقصين منها. الصباغة اللي مقدر نقول لكم على شي حاجة انها الطوب، غزالة وكتبقى مدة طويلة وزوينة بزاف. وهذه ألتيرا اللي كيديرو تا ناتور كوزميتيك، يعني عندهم جميع أنواع الميكاب اللي هو معتمد على مواد طبيعية 100%، مصوب من حوايج ناتورال. كاين الناس اللي عندهم الحساسية مكيقدروش يديرو دي برودوي ولا شي كونجيلون ولا هدا، يعني كيقدرو يديرو هاديك. هادي تاهي اللي بالك كتبقى جوج الأسابيع. خلاص كاين هاد الدومون هادو اللي كاينين واحد بحال الشكل ديالهم دي ساشي، كديرهم في المجوره لي تيغوار اللي فيهم الصبابط ولا في لي بلاكار اللي فيهم الحوايج ولا البطا، دي ساشي اللي غزالين ريحتهم غزاله بزاف. ولينا خلاص راه كلشي كيعرف هاد لينا. ودابا خليكم معايا تشوفوا بعض الديكورات وبعض الشموع اللي هما زوينين. كنتمنى الفيديو ديالكم ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش من لايك ومن الاعجاب من لايك ومن تسجلوا عندي في القناه، ابوناو عندي في القناه باش يوصلكم، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وهادو بعض الافكار ديال الهدايا ولا مهم باش تشوفوا انتما كتشوفوا معايا. كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، الى اللقاء في فيديو ثاني بحول الله. شكرا لكم كاملين على المتابعه ديالكم، كنشكركم.